مشي موت أصدقائنا، رجعنا لكم بحكاية الحب صعب على الأوتاكو القسم الثاني بعد ما شفنا أن عجبكم القسم الأول وحبينا بسرعة نشتغل عليه لأنه عجبكم القسم الأول وننزله. فأكيد لهالسبب أنتوا كمان فرحونا باللايكات والكومنتات وارجونا حالكم لنشوفكم ووصلوا هالمقطع لألفين لايك وليتس جو. لما بيداوم هيرو بالعمل بيجيب بعض الأطعمة ليلو لحبيبته ناروهي، بس لما بيجي لعندها بيلاقيها عم تبكي وبيتفاجأ فبيلاحظ انها عم تحضر أنمي قديم وعم تبكي على القصة وبيبهدلها وبيحكي لها انهم كبروا على هالأشياء، بس لما بيقعد معها يشاهده هو كمان بيبكي كتير وبيتأثر. وبالاستراحة بيقعدوا كلهم سوا كرفقات وبتورجيهم نارومي صورة صورتها مع هيرو وهي ملبسته زي كوسبلاي كفتاة وبيكون واضح انها فتاة جميلة والكل بيتغزل فيه خصوصا كارو لانه مو عارف انه هاد هيرو، بس هيرو بيخزل كتير من الموقف. ولهيك تاني يوم بتقرر هانكو انها تخلي كارو يشارك معها بتقليد شخصيات ويعملوا كوسبلاي سوا، وبيكونوا متخانقين لانه هو مو موافق بس هي كتير حابة تشوفه بزي انمي، فبيحكي لها انه هو مو شاب جميل ولك فهو مو حابب يعمل هالاشياء وتنزل صورته بحسابها. وبتحكي له هانكو انها بتوعده تخليه جميل وهي متأكدة من هالشي، وبيطلبوا من رفقاتهم يتدخلوا بس على الفاضي كارو مصر انه ما يقلد او يعمل الكوسبلاي. فبتسأل هانكو نارومي كيف بيكونوا هالاتنين متفاهمين بهالشكل، فبتقول نارومي انهم بتوافقوا مع بعض لانه كل واحد فيهم بيحترم اختلافات التاني، بينما هيرو فإله رأي تاني وبيحكي انه فقد الامل انه ينقذ نارومي وليك فهو ما بيتدخل بغبائها وبيخليها تستاهل من الغضب. بس بعد 3 ايام بتقدر هانكو تقنعه وتصوره صور كتيرة وهو لابس كوسبلاي لفتاة، وبتورجي رفقاتها الصور وهي سعيدة جدا بانجازها انها قدرت تحوله لفتاة جميلة. وبيسأله هيرو من باب الفضول بشو رسته لتقنعه، فبيحكي انها عرضت عليه تشتري له مجسم لفتاة انمي بيحبها بجودة رائعة. عكلهم بعد فترة بيطلب هيرو من نارومي يطلعوا كلهم سوا اليوم وبيحكي لها تشتغل شغلها بكير لحتى ما يضطروا يتأخروا بس كرمالها. ولما بيقعدوا من المطعم بتشرب هانكو وبتبلش تحكي كلام نازل طالع عن هيرو ونارومي، وبتحكي لهم انهم لازم يظهروا مشاعر اكثر لبعض طالما انهم مرتبطين. فبتنغاض نارومي منها وبتحكي لها انها طالما فتحت عليهم الحرب هي وكارو فدائما هم الاثنين بيتخانقوا ولازم يخففوا من خناقاتهم. كلام نارومي بيخلي هالاثنين يرجعوا يتخانقوا، وبتحاول هي تهدي الوضع وبتسألهم وين تبلشوا مواعدة، وبنكتشف انه هالاثنين بيتواعدوا من الثانوية. بس لما بتسألهم مين اللي اعترف للتاني بالحب اول الاثنين بيتخانقوا وكل واحد فيهم بيحكي انه التاني هو اللي اعترف له، بس هالخناقة تتصاعد هالمرة وكل واحد فيهم بيوصف التاني بالبشع والقبيح. ولما يحكي لها انه بيحب الفتيات اللطيفات اكتر منها تنقهر هانكو كتير وبتبكي وبتترك المكان، وبتحاول نارومي تلحقها وتهون عليها بس بتلاقيها عم تبكي كتير، وبتحكي لها انهم دايما بيتخانقوا وهالشي عم يزعجها لانها خايفة انه كارو يتركها شي يوم. وبيكونوا هيرو وكارو عم يسمعوهم، هانكو بتحكي لها خايفة انه كارو بس عم بيمضي وقت معها وانه بس عم بيوعدها لانه الاثنين اوتاكو ومو اكتر، وبتحس نارومي انه هالشي يمكن ينطبق على هيرو. فبيدخل كارو وبيطلب من نارومي ترجع لمكانها عند هيرو، وبيحكي كارو لهانكو انها كانت مزعجة كتير، بس هي بتبكي وبتسأله ليش ما بيحكي لها كلام لطيف، وبيضمها وبيعتذر لها لانه حتى كلامه وخناقه يقصد فيهم بس انه يلعبها. وبيروحوا كلهم سوا، ولما بيودوا بعض بتكون نارومي حاسه بالحزن وبيسألها هيرو عن السبب، فبتقول انه يمكن هم كمان عم يتوعدوا بس لانهم اوتاكو. بالنسبة لإلها فهي افضل بكتير انها عم بتوعد هيرو، بس يمكن لإله كان افضل لو وعد فتاة تانية. هيرو بيحكي لها انه يمكن تنازل عن بعض الامور، بس هو ما بيوعدها لانه هالشي اسهل، بل لانه بيحب يشوفها وهي عم تعمل الاشياء اللي بتحبها. وبيمسكوا ايدين بعض وبيرجعوا للبيت.
وبعد فترة بتلاحظ نارومي إنه دان هيرو مخزوقة، وبتسأل عن الوقت اللي ارتدى فيه الحلق، فبيحكي لها إنه لبسه بالثانوية لما حاول يتصرف كبالغ، وبتسأله إذا صار البالغ اللي كان يحلم فيه، فبيحكي لها إنه قرر يبقى طفل للأبد ويلعب بألعابه. وبينام هيرو بعد ما تبقى نارومي تحكي عن الأنمي اللي حضرته امبارح، وبتسمع فتيات بالشركة عم يحكوا عن مخفوق جديد عمله مقهى مجاور، فبتقرر تنزل وتشتري لإلها واحد لأنه هيرو ما بيحب الحلويات. بيكونوا موجودين بالمكان بس ما بتنتبه عليهم، وبياخد طلب عن شابوسيم، ولما تيجي تستلم الطلب بيسألها إذا هي نارومي، وبيطلعوا الاثنين على بعض وبيعرفوا بعض. هدول كانوا رفقات، وبيطلب منها يقعدوا مع بعض شوي بوقت استراحته. بيتفاجأ كارو كتير وبيسأل هانكو عن اللي عم بيصير بينهم لأنه الاثنين متقربين من بعض، وبينغاض إنه نارومي قريب لهالدرجة من هالشاب وما بيقدر يتغاضى عن اللي شافه على غير طبيعته. بس هو عم يحكي مع هانكو بيجي هيرو وبيقعد جنبهم، وبيتفاجأ كارو من اللي جابه، وبيكتشف إنه هانكو أصلاً بعتت رسالة لهيرو طلبت منه فيها يجي لهالمكان لحتى يشوف حبيبته مع مين عم بتقضي وقتها، وبيبهدلها كان كتير. ولما بينتبه هيرو على طاولة نارومي بيقوم بسرعة وبيخافوا هاناكو كارو، بس المفاجأة انه هالشاب هو ناويا اخ هيرو الصغير، وبيطمنوا هاناكو كارو بعدها، وبيطلب ناويا من هيرو يجي نام عنده هاليوم ببيته لانه قريب على جامعته ودوامه، وبتطلب نارومي كمان تيجي معه للبيت. بينتهي فيهم الأمر بأنه يجوا كلهم على بيتهم، أنه هيرو نعسان كتير لأنه سهر بالأيام الماضية وهو عم يلعب جيم جديد نازل. ولما بيكونوا كلهم مستمتعين بالأجواء بيكتشفوا أنه ناويا مو أوتاكو، وبيحسوا إنهم فضحوا حالهم قدامه، فبيقدم هيرو إذن التحكم للكل لحتى يلعبوا جيم مع بعض كفريق. بس ناويا نوب كتير لدرجة انه ما بيعرف يلعب اي شي، وبيخلوه بنفس الفريق مع هيرو، بس بيموت الف مرة وبالنهاية بيفوز هيرو لحاله. بينام هيرو بعد ما يفوز وبيضحكوا عليه كيف انه الناس بيسيطر عليه وما بيقدروا يفيقوه، فبيحكي ناويا لنارومي انه رح يوصلها للبيت، فبينط كارو وبيحكي لناويا يتراجع عن تصرفاته مع نارومي لانه عندها حبيب، فبيتأسف ناويا وبيفكر انه نارومي عم بتوعد كارو، لكن هانكو بتعصب وبتمسك كارو وبتقربه لإلها، فبيفهم ناويا انه نارومي عم بتوعد اخوه، وبيبكي لانه سعيد كتير لانه كان كل الوقت الآن على هيرو. بيتأثر بعد كارو وبيفتخر فيه وبيوصي هيرو على أخوه بالعمل. وبعد أيام بينزل المطر، وبعكس الأنميات الرومانسية فهيرو ونارومي ناسي مظلتهم، ولايك بيشوفهم كارو وبيعطيهم مظلته وبيركض هو ليلحق هانكو. الاثنين بيمشوا مع بعض تحت المظلة وبيقرب منها هيرو بشكل عفوي، وبتحس نارومي بلطافته، بينما هانكو بتبهدل كارو لأنه راجع بلا مظلة وبتقلق عليه انه يمرض. بس لما بيرجعوا للعمل باليوم التالي بيحس هيرو انه نارومي مختلف اليوم وعم تتصرف بغرابة، وبيسألهم اذا بيعرفوا شي عن وضعها، فبيحكوا انها عم تتصرف مثل طبيعتها. بس لما بيورجيهم انها ما نشرت اليوم اي تغريدة على تويتر بيقتنعوا بكلامه. هيرو حاول يسألها من قبل بس هي تظاهرت انه كل شي تمام، ولكن بتتفهمه هانكو وبتسأله شو ممكن تحب نارومي ليعمل لها اياه بهالحالة، طالما انه بيعرفها منيح فالمفروض يعرف اللي بتفضله. بيستناها هيرو لنهاية الدوام وبيحكي لها انه رح يعزمها اليوم على المشروبات ورح يقابلوا رفقاتهم هناك. نارومي ترجع تحاول تظاهر انها بخير، بس هيرو بيطلب منها تخبره الحقيقة لانه هو المفروض حدا مقرب منها، ولما تعرف انه حزين لانها ما خبرته اللي صار تطلب منه يوعدها ما يضحك عليها او يعصب لما تخبره من شو زعلانة. والمفاجأة انه نارومي حزينة لانه شخصيتها المفضلة بالمانجا ماتت فجأة بلا سابق انذار، وبيضحكوا عليها كلهم لما يعرفوا. وبيقترب راس السنة وعيد الميلاد، وهالوقت بيكون اكتر وقت رومانسي بس بنفس الوقت أكثر وقت ضغط على الشركات، وبيتساءلوا هانكو ونارومي كيف رح يقضوا أعياد الميلاد مع حبايبهم هالسنة. بس هانكو ما بتكون متحمسة كتير لأنها بتعرف إنه كارو بيكون عليه شغل كتير وما بيقدروا يعملوا فيه أي شي مثل اللي صار السنة الماضية، بينما نارومي بيكون هدفها الحقيقي
تشتري كتير من القطع والمانجا محدودة الإصدار. بيروحوا نارومي وهيرا للبيت سوا، وبيتذكر كل واحد فيهم وين تكتشف إنه سانتا كلوز خدعة ومو حقيقة. فبالنسبة لهيرا اكتشف هالشي هو بالروضة، أما بالنسبة لغباء نارومي فضلت مصدقة هالشي للمدرسة المتوسطة. وبيستمتعوا وهم عم يتذكروا هديك الأيام، وبيلمحوا ناوية بالطريق وهو لابس زي سانتا كلوز، وبيحكوا له انه شكله لطيف بهالزي. وبيذكرهم ناوية انهم كانوا ثلاثتهم ياكلوا الكيك سوا بالبيت، وبتتفاجأ نارومي انه ناوية ما عنده حبيبة مع انه شاب وسيم، بس هيرو بيحكي انه شخصية ناوية مشابهة لشخصية صديق البطل اللي بيكون طيب جدا بس ما حدا بيحبه بالنهاية. وبتحزن عليه نارومي كتير، بس هو بيحكي لها انه بالنسبة لإله سانتا هو الشخص اللي بيخلي الآخرين سعيدين وفرحانين، وممكن يلاقي بشي يوم هالشخص لإله. وبليلة الميلاد بتروح هانكو من العمل وبتترك كارو بعمله كالعادة بهالأوقات، بس هو بيركض بسرعة عند الأسانسير وبيلحقها وبياخدها لمطعم فخم، وبيكون مجهز لها المفاجأة لما عم بيحاول يعوضها عن اللي صار السنة الماضية. وبتكتشف انه حاجز بهالمطعم من 6 شهور مضت، وهي بتكون جابت له هدية مجسم شخصية بيحبها كتير، بينما بيكونوا نارومي وهيرو بالبيت عم ياكلوا البيتزا ويلعبوا ويسهروا سوا بهالليلة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثاني، وارجونا تفاعلكم الاسطوري واكتبوا لنا بالتعليقات هل برأيكم رح تستمر علاقة هالكابلز. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.